هنا الجزائر في عدد جديد مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم مجددا. نبدأ البرنامج بخبر حزين وموجع، العثور على الطفل عماد الدين بن سعدة المختفي منذ شهرين في مرسى الحجاج بولاية وهران ميتا. عماد الدين طفل بسيط من عائلة بسيطة، كان قد اختفى قبل شهرين من أمام منزله في مرسى الحجاج بولاية وهران، ليعثر عليه هذا الثلاثاء داخل قناة صرف صحي. حتى الآن لا نعرف هل يتعلق الأمر بجريمة قتل أم بحادث عرضي، لكن إن صحت الفرضية الثانية لا نملك إلا القول. أي قلب هذا الذي قتلك يا عماد الدين ولم يرحم دموع والدتك ولا نداء استغاثات والدك؟ أي قلب جاحد هذا الذي سولت له نفسه أن يقتلك وأنت لم تبلغ العام الثالث بعد؟ الشارع الوهراني والجزائري عموما يعيش حالة غضب بعد تناقل الخبر وصورة عماد الدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولمعرفة ردة الفعل سواء للعائلة وأيضا التحقيقات الأولية، معي عبر الهاتف مراسل الشروق نيوز عبد القادر العرايش من وهران. أهلا بك عبد القادر، وماذا عن التحقيقات الأولى وردة فعل الشارع؟ نعم زميلي قادة، السلام عليكم. كنا نتواجد هذه الأمسية بمنطقة الشفافلة التي تبعد عن مرسى الحجاج حوالي 5 كيلومترات، القرية التي تقطن بها عائلة بن سعدة الضحية عماد الدين محمد الذي أثار جدلا إعلاميا واسعا في وهران وحتى في الجزائر ككل. قناة شروق كانت تتواجد بحر الأسبوع المنصرم في عين المكان. تنقلنا اليوم كذلك الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالعثور على جثة الرضيع عماد الدين محمد بمطمورة أو قناة صرف المياه، عن بعد 40 مترا أو ما يزيد بقليل عن المنزل المتواضع لعائلة بن زعدة. التحقيقات الأولية لم تشير إلى أي شيء ما دام أن الجثة لم تتعرض بعد لطبيب للتشريح لدى الطبيب الشرعي، إن كان قتلا عمديا أم إن كان قد سقط في الحفرة، لكن الفرضية يرجح الأمر أن يكون جريمة على خلفية أن عناصر الدرك الوطني والمصالح الأمنية قامت بعملية واسعة قرب المنزل وبعيدا عن المنزل، حتى أن والد الضحية السيد قادة بن سعدة صرح لقناة الشروق نيوز بحر الأسبوع المصارم أن مصالح الدارك خصصت غطاسين للبحث داخل الآبار المتواجدة في محيط المنزل وفي الصهاريج وفي الحفر، ما يعني أنه لو كانت الجثة موجودة منذ ذلك الوقت لتم العثور عليها إلى حين مما يرجح مما يرجح مبدئيا فرضية ربما القتل العمد بعد الاختطاف، لأنه كما قلت هذه المطمورة أو قناة الصرف الصحي أو هذا الزيجو لإحدى دارهم يعني تم تفتيشهم من قبل، هكذا عبد القادر؟ نعم، نحن نستقي المعلومة عادة من مصادر الأمنية، أما من العائلة يعني من الضحية، والد الضحية لما اتصلت به قناة الشروق يعني كانت متواجدة في منطقة الشفافلة لإعداد أنفيتياغ، يقول والد الضحية أنه مصالح الدارك الوطني كانت متواجدة هناك ليلة نهار، قامت به حتى يعني الاحتمالات التي لا تخطر على بال على بال الإنسان أنه ربما يكون متواجد في ذلك المكان، قامت مصالح الدارك بتفتيش أماكن من المستبعد أن تكون متواجدة فيها جثة الرضيع، حتى قلت لك انه فيها زميلي قاده غطاسين متخصصين قاموا بالبحث داخل الابار، قاموا بالبحث داخل الصهاريج داخل الحفر، يعني ابعد الاحتمالات التي يمكن ان تخطر على بال انسان تم التطرق والوصول اليها الى حين صدور اليوم الخبر المؤلم. طيب. والفاجعه المؤلمه، وبدورنا كقناه وكمولات نعزي عائله بن سعده. صحيح، نعزي العائله طبعا، و ليس هنالك داعي حتى أسألك عن شعور العائلة، فشيء طبيعي أن تكون مفجوعة بفقدان ابنها عماد الدين. شكرا لك عبد القادر العرايش مراسل الشروق نيوز من وهران.
وصدقوني القائمة ما تزال مفتوحة اليوم عماد الدين، بالأمس كان هنالك أطفال آخرون. أن يكون هنالك خبر سعيد بعد اختطاف أحدهم لا يعني بأن قضايا الاختطاف انتهت، فما تزال هذه المأساة مفتوحة وتحولت إلى إرهاب جديد في المجتمع الجزائري. إذا كان لابد من جهة نقول لها صح النوم هذا الثلاثاء فهي البرلمان التونسي بامتياز. البرلمان الذي كان نتاج الربيع العربي والديمقراطية الجديدة والثورات الشعبية. البرلمان الذي طلقنا من خلاله الدولة البوليسية والأنظمة القمعية والحكومات التسلطية. البرلمان اللي قلنا عليه ما شاء الله عليكم يا توانسة ومبروك عليكم التغيير، لكن هيهات. برلمان تونس اليوم يقرأ فاتحة الكتاب على مناضلة حية ومجاهدة كبيرة هي جميلة بوحيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. برلمان تونس يقرأ فاتحة الكتاب على المجاهدة جميلة بوحيرة وهي حية ترزق. حتى سفارتنا الجزائرية بتونس بعثت احتجاجا في المسألة وقامت بما يشبه التعليق أو الرد والرفض على هذا الخطأ الذي ارتكبه برلمان تونس. كما شفنا ليس خطأ نائبة واحدة وإنما حوالي 100 نائب من البرلمان التونسي كلهم قرأوا فاتحة الكتاب على جميلة بوحيرد. معي على الهاتف الإعلامي علي ذراع، ليس فقط لأنه إعلامي وأيضا لأنه مقرب وصديق للمجاهدة جميلة بوحيرد. أستاذ علي ذراع مرحبا بك، وأولا أخذ تعليقك على هذا الخطأ الكبير الذي وقع فيه البرلمان التونسي. السلام عليكم الأخ قضاء. عليكم السلام. تحية إليك وتحية لكل مشاهدين الشروق أو تلفزيون الشروق. في البداية عفوا أطلب الشفاء العاجل للمناضلة المجاهدة الرمز الأم والأخت لالا جميلة. لالا جميلة مثل ما أسميها أنا وكثير من الأصدقاء، حية ترزق مثل ما تفضلت. جميلة بوحيرت فعلا كانت تعرض الى وعكه صحيه بسيطه جدا، لكن الاعلام او بعض وسائل الاعلام حاولوا كذب واخراج ما يسمى بوفاه السيده الرمز جميله بحوز. لحسن حظنا الحمد لله هي ما زالت، انا كلمتها منذ لحظات واكلمها يوميا وهي موجوده الان في بيت احد قريباتها في الويسو وهي لاباس بها يعني، واتمنى الخير للجزائر. هذا اولا بشرى للاخوان الجزائريين الجزائريات. ثانيا بالنسبه للاخوان التوانسه، مثل ما تفضلت احنا كنا انتظرنا من تونس ان يكون البرلمان برلمان شعبي، برلمان نابع من الشعب التونسي بعد ما قضينا على الطغاة، بعد ما قضينا على لا 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 الحكم الفردي الحكم الدكتاتوري مثل ما تفضل. ها هو البرلمان التونسي يخرج لنا خرجه لا اعلاميه ينساق وراء الدعايات هذه الموجوده في الفيسبوك وموجوده في وسائل الاعلام. هذه وسائل الاعلام من وراءها شيء. اعتقد ما دام وصلنا نقرا الفاتحه على سيده الجزائر الاولى هي جميله بوحير، اعتقد ان الامر فيه ان ليس فقط في الجزائر وفي تونس، في أوساط أخرى تريد شويه سمعة السيدة الرمز وتقول للعالم أن السيدة على رحمة الله. هذه مناضلة مجاهدة. أحكي لك فقط أخي أتمنى من الإخوان التوانسة أن يصححوا الوضع ولا يقرأوا قراءة الكتاب على السيدة، إنما يطلبوا لها الشفاء العاجل لتعود لحركتها ولنضالها. لا وايضا استاذ علي دراع هي مسؤوليه ثاني تاع اعلام جزائري وجهات جزائريه. تعرف باللي الخطا لم يرتكبه البرلمان وان كان خطا كبير في البرلمان التونسي على مستوى رسمي، ولكن ايضا الاعلام المصري قبل ايام وتزامنا مع هذه الشائعه التي يريد لها البعض ان تتحول الى حقيقه بالسيف، ماناش عارفين لماذا رغم ان الاجال بيد الله، فقامت بعض القنوات المصريه ببث فيلم جميلة بوحيرد الذي اخرجه يوسف شاهين تكريما لجميلة بوحيرد، وكانهم فعلا صدقوا هذه الشائعه او يريدون تصديقها. فعلا اخ قضاء الاعلام المصري كذلك انساق وراء هذه الاشاعات والدعايه،
ولكن حتى الإعلام الجزائري، حتى الإعلام الجزائري صح، حتى لا تتهم الإعلام الجزائري كل فيه كثير من الأخوان، ولحسن حظنا احنا كذبنا في أي يوم جريدة الشروق كتبت هذه الأخبار الكاذبة، وقلنا أن السيدة لا زالت حية وتناضل حتى لو كان في من بيتها، تناضل من أجل الحرية وكرامة المجتمع الجزائري. وقالت لي بالحرف الواحد يا علي، قالت لي أنا لما جات زارتني أمي لما حكم علي بالإعدام، اسمع لي هذه المقولة أقادة، لما زارتها أمها في السجن للا بايا، قالت لها مبروك يا جميلة، مبروك مبروك يا جميلة، وزغردت زغرودة كبيرة. فقالت لها مراقبة السجن، لماذا أمك تزغرد؟ قالت لها لأنني سأموت وحكم علي بالإعدام الآن، وأمي تطلب مني أن أفرح معها. وكانت أمها تقول لها يا جميلة أنت الآن رفرفتي روحك راهي عند الله، أطلبي لي أنا أن أموت مثل ما أنت شهيدة سأكون شهيدة. فهذه حاكمة السجن أو مراقبة السجن تقول لجميلة بوحير أنت مريم العذراء أنت فعلا. وبكت هذه الأوروبية المسيحية، بكت لجميلة بوحرد وأمها لما كانت تنادي الله أن يرفرف بروحها إلى السماوات العلى، وأن تكون هي أمها يعني مثلها شهيدة مثل جميلة. فهذه الصورة لم تكن موجودة عند هذه الأوروبية. هذا الرمز، هذه الأم، هذه المناضلة، هذه الأخت الكبيرة التي بالمفروض أن نقيم لها كل الأفراح لأنها لا زالت حية، ونقضي على كل الوشاية وكل. ومما أفهمه من كلامك أستاذ علي دراع أنه جميلة بوحيرد موجودة في منزل إحدى قريباتها في رويسو هنا في العاصمة، وهي عانت من وعكة صحية ربما في الفترة الماضية، ولكنها بخير وهي على قيد الحياة أطال الله في عمرها. وكل هذه الشائعات بقدر ربما ما تسيء لها، أنا قرأت لها في تصريح أنها تسامح جميع من يطلق هذه الشائعات، وإن كانت توصي الناس بالتحقق منها، لأننا كما ذكرنا الأعمار بيد الله وليس بيد الفيسبوك في نهاية المطاف. شكرا لك أستاذ علي دراع، كنت معي عبر الهاتف للحديث عن هذا الخطأ الكبير الذي ارتكبه البرلمان التونسي بقراءة فاتحة الكتاب على جميلة بوحيرد. كان على هذا البرلمان النائم في العسل أن يقرأ فاتحة الكتاب على تونس الحرة التي غرقت في الصراعات السياسية والسجالات. هذا البرلمان إذا كان لا يعرف من مات ومن بقي حيا، كيف له أن يدافع عن الناس؟ هذا برلمان يصلح فعلا معه وصف برلمان آخر من يعلم. ثم اسألوا التوانسة عن برلمانهم فلن تختلف إجاباتهم عن الجزائريين بخصوص برلمانهم، ناس فوق وناس تحت، ناس عايشة وناس مطايشة. إذا أخطأ البرلمان في جميلة بوحيرد وهي من هي، ليس غريبا غدا أن يخطئ في مسائل هامة وتشريعات مصيرية. نداء أخير أيها البرلمان التونسي، ضحك التونسيين برك، لا داعي للاستعانة بالجزائريين وبالجزائر، ففيها من المهازل ما يكفي المهموم وما يروي الحيران. نلتقي بعد الفاصل. اليوم كل الأحداث المتعلقة بالجزائر يصنعها أشخاص من الخارج، آخرهم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، هذا المجرم الذي أشرف على حفل إعدام الرئيس صدام حسين، يخرج لنا اليوم بتصريح غريب يدعو شيعة الجزائر إلى عدم التقوقع وتوحيد الصف مع الأقليات الأخرى. وقال مقتدى الصدر في بيان نقلته وسائل إعلام عديدة، إننا قوم لا نرتجي من الاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا وأذنابها أن تعطي صورة حقيقية في الجزائر أو غيرها، لكن المهم في الأمر هو إعطاء الحرية لكل العقائد والمذاهب بإبداء الرأي وإقامة الشعائر وغيرها، بل حتى الحرية السياسية والاجتماعية، وعلى الحكومات عدم الخضوع للمتشددين التكفيريين ويصفهم بعدم الخوف من الثلة الضالة، والعمل على توحيد الصف مع المعتدلين.
ما معنى هذا الكلام من مقتضى الصدر؟ يعني أي حاجة تجي من مقتضى الصدر عرفوا باللي وراءها فتنة كبيرة، تحديدا عندما يتحدث عن الجزائر ونحن في غنى عن تقسيمات شيعة وسنة في الجزائر. معي عبر الهاتف الكاتب المهتم بمواضيع الشيعة وأخبارهم ونشاطهم وله مقالات عديدة في الصحف مؤخرا، جمال الصغير، أنت معي من سيدي بالعباس، أهلا بك أستاذ جمال الصغير. أولا أخذ تعليقك أيضا على هذا التصريح من مقتدى الصدر، ما معنى أن يخاطب شيعة الجزائر؟ السلام عليكم أخوانا. وعليكم السلام. مقتدى الصدر يريد أن يكون الراعي والناطق الرسمي للشيعة في الوطن العربي، وقد نجح في مصر نجاح كبيرا، وهو يعرف بأن إيران عينها على الجزائر. يوميا تصل له الأخبار من الجزائر عن طريق شيعة الجزائريين الذين يحتفلون في عاشوراء بكربلاء، وكلامه اليوم هو إلا رسالة لهم أن توحيد الصف مع أقليات أخرى يعني الضغط على الدولة الجزائرية وجعل دستورها يحترف بكم، ويقصد بالتالة الضالة أهل السنة وتحذيرهم اليوم من المد الشيعي. وعدة مرات يذكر في تصريحاته الجماعات المحتدلة ويقصد بها الشيعة والأقلية المسيحية، والحمد لله دستور الجزائر لا يعترف إلا بالإسلام. نبت الطائفية إلى توحيد الصفوف كما يطلب هو من الأزهر في مصر يوميا ما هو إلا مؤشر مزيف يريد أن يقول أهل السنة هم السبب في كل ما يحدث، وهذا هو النفاق. لما لا تحب إيران أن يخرج التقرير عن حرية التعبير في بلدها؟ لأن الوحيد الذي يفكر في مكان الشعب الإيراني هو المرشد الأعلى، ومقتدى الصدق قريبا جدا إلى بعض الشيعة الذين يطلقون على أنفسهم محتدلون، لأنه اعترف بولاية أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم، وهو نفسه له مشاكل كبيرة مع أئمة الشيعة. لذلك نطرح سؤال، هل اختارت إيران مقتدى الصدق لربط علاقات شيعتها في العالم العربي معها؟ وأيضا فيما يهمنا نحن في الجزائر أستاذ جمال، أن يقول المذهب أتباع المذهب الإمامي في الجزائر ويخاطب شيعة الجزائر بهذه يعني الثقة، هل هذا يدل على أنهم باتوا يتزايدون حتى يتحولون إلى قوة تأثير وضغط؟ ومن هم المعتدلين الذين يقصد بأن يتحالفون معهم في الجزائر؟ نعم، الشيعة الإمامية هم في الآونة الأخيرة في تزايد كبير، وذلك بعد ظهور كبار لهم في الجزائر للربط بين علاقاتهم وإعداد بعض الدروس والمشاريع على أن الشيعة هي الأحق. والجواب الصحيح لسؤالك أستاذ قادة هم في تزايد مستمر. نعم، في تزايد. ومن هم المعتدلين الذين يدعوهم مقتدى الصدر إلى التحالف معهم؟ هم الشيعة الإمامية وهم الشيعة اليزيدية، يعني الذين لا يكفرون الصحابة ولا يقولون أن القرآن محرف ويصلون في المساجد وعدة أمور. لكن هناك أمور تختلف بينهم، بين الشيعة الإمامية والشيعة اليزيدية، لكن الشيعة اليزيدية غير موجودة في الجزائر إطلاقا. ما هو موجود في الجزائر هو خطر كبير فقط الشيعة الإمامية. طيب، شكرا لك جمال الصغير الكاتب المهتم بالشؤون المتعلقة بالصراع هذا السني الشيعي والانتقاء أو الانتشار الشيعي في العالم العربي، شكرا لك. وطبعا هذا منتظر أيضا من الجزائر أن يكون لها ردة فعل حول هذا التصريح وهذه الدعوة من مقتدى الصدر، فليترك الجزائر في حالها بعيدا عن الطائفية. أغرقتم العراق في بحر من الدماء بسبب هذه الطائفية، والآن تصدرونها إلى بلدان لم تشكو من هذا الوباء منذ سنوات طويلة، فلتترك الجزائر بخير يا مقتدى الصدر، ولك الله لأنك مصدر فتنة كبير. بعد الفاصل النقاش.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء الى نقاش اليوم في برنامج هنا الجزائر، وضيفي هذا المساء الاستاذ ابو جره السلطاني وزير الدوله ورئيس حركه مجتمع السلم سابقا. استاذ ابو جره السلطاني مرحبا بك وشكرا لتلبيه الدعوه. مرحبا. انت ضيفي هذا المساء للحديث عن المستجدات في المشهد السياسي الراهن، وان تحدثنا عن هذه المستجدات ربما اخرها هو مبادره ما بات يعرف برساله مجموعه 19. قرأت لك في تصريح إعلامي بأنك كنت على اطلاع على هذه المبادرة أو تم الاقتراع عليك أن تنضم إليها ورفضت، وكأنك تدين هذه المبادرة من حيث أنك تجاهلت الانضمام إليها، هل صحيح هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. لا، هو لم أتجاهلها ولم أدينها، لكن حينما عرضت علينا قلنا لابد أن نطلع على مضمونها. فسلمت لنا رسالة المشروع التي سميت بالمبادرة، وطلعت عليها شخصيا ورأيت أن فيها أحكام مسبقة، يعني في هناك حكم تقييمي مسبق، ليس وصف لحال، وصف لوضع معين نحن متفقون عليه كجزائريين، أن هناك وضعا لا يبعث على الارتياح، وأننا بحاجة إلى أن نجتمع من أجل أن نتناقش على مستويات كثيرة لإيجاد الخروج. لكن حينما نحكم أن نستصدر أحكام ثم نطلب من الذي استصدرنا ضده أحكام أن يستقبلنا لنشرح له هذا الذي توقعناه، اعتقدت شخصيا أن هذا الأمر ما أراحني فاعتذرت. ممن جاءك الاقتراح أستاذ أبو؟ من أصحاب المبادرة الذين هندسوا لها أساسا وقبل. وهم حزب العمال بالأساس، حزب العمال ويزا حنون تحديدا. هل فقط رفضت الانضمام إليها لأنها تحكم يعني تتضمن أحكاما مسبقة، أم لأنها جاءت أصلا من لويزا حنون وفيها خليدة تومي؟ يعني هل هنالك خشية من ردود فعل كانت متوقعة ترفض أن ترى أبو جرى السلطاني مع حفظ الألقاب طبعا جالسا جنبا إلى جنب مع خليدة تومي وأبو جدرة ولويزا حنون؟ لا، نحن قبل أن نناقش من سوف يوقع عليها ناقشنا مضمونها أولا كفكرة، كفكرة ما هو مضمونها وما هي أهدافها. المضمون اختلفنا فيه، وحينما بدأنا بعض الملاحظات استبدلوا كلمة بكلمة، كان مثلا كلمة تفكيك، تفكيك الدولة دلوقتي تحليل الدولة أو تحلل الدولة، تفكيك وتحلل. قلنا نحن لا نناقش المصطلحات، نحن نناقش المضمون، نحن نناقش المضمون، إذا اتفقنا حول المضمون ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي المتعلقة بمن سوف يوقع عليها. نحن اختلفنا في المبدأ وهو ما هو مضمون هذه المبادرة. المحامي مقران أيت العربي كان له تصريح في الواقع هذا اليوم على موقعه عبر الفيسبوك، يقول بأنهم اقترحوا عليه أيضا الانضمام ولكنه أحس بأنها مبادرة على عجل، يعني أصحابها كانوا يريدون الظهور بتاريخ الفاتح نوفمبر أو تزامنا معه. هل تعتقد فعلا، هل تتفق مع هذه الرؤية أنها مبادرة مستعجلة؟ هذا صحيح، لأنهم أيضا ضغطوا بالزمن، لأن لما قلنا نناقشها ونراجعها قلنا أردنا أن نربطها بأول نوفمبر بالذكرى 61 للثورة، فقلنا لهم المبادرات عادة أو طلب الاستقبال لماذا يربطوا بحدث تاريخي مشترك لجميع الجزائريين من ضمن مجموعة قلت أو كثرت وزاد وزنها أو لم يزد، فلماذا ننضغط بالزمن؟ أعطوا لأنفسكم فسحة ولأنفسنا جميعا حتى نناقشها ونوسع مجالها. فكلامه دقيق، أنهم اتصلوا ربما قبل أسبوع ربما من تاريخ الذكرى أو نوفمبر، يعني في نهاية شهر أكتوبر، وضغط عليهم الزمن وكانوا يريدون أن تكون في الذكرى. أنا عندما قلت الأشخاص الذين يقفون وراء المبادرة كنت أقصد تحديدا أيضا لويزا حنون، لأنه كانت عندها مشاكل مع حركة مجتمع السلم ومع تيار الإخوان والتيار الإسلامي، وكان هنالك ترشق بالاتهامات. أنت بعيدا عن المضمون والأحكام المسبقة مجددا، يعني هل يمكن أن تنضم إلى مبادرة تتوفر على شروط تراها أنت مناسبة وتكون يكون مصدرها لويزا حنون أو خالدة تومي؟ لا، لأنه لا ينبغي أن نقول إن مصدرها هذه الجهة أو تلك، لأن الذي يتقدم بمبادرة قبل أن تظهر للعلن هو يبادر، لكن حينما ينضم إليه آخرون يصبحون جميعا أصحاب المبادرة وليس هو قائد، وليس هو قائدها بالأساس. فكنا ننظر أولا في مقاصدها، ما المقصد منها، ثم ما مضمونها، إذا صلح المقصد وصلح المضمون ننتقل إلى المرحلة الثانية، من أصحابها، من سوف يوقع عليها، تأتي تفاصيل أخرى. ولذلك كما تفضلتم قبل قليل لما وجدنا الزمن ضاغط كان هذا عامل إضافي آخر أننا لا نمشي أو لا نتسرع في
وزراء سابقون، فبالتالي لا ينبغي أن يعارضوا السلطة التي انتموا إليها؟ ربما إذا تكلمنا على المعارضة أو الموالاة، من باب أن المعارضة مسألة دستورية والموالاة مسألة دستورية كذلك، فلما كيف أو من يعطينا الحق كائن من كنا، من يعطينا الحق بأن نحكم على هذا كان في السلطة وهذا كان في المعارضة، هذا كان مواليا وهذا كان معارضا؟ هذا الحكم في اعتقادي يتوقف فقط بين 54 و 62، يعني لما نقول هذا كان مجاهدا وهذا كان ضد الجهاد أو كان ضد الثورة أو كان حركي، هنا الأحكام تمشي. لكن بعد الاستقلال في المعارضة ولا في الموالاة، أنت في النهاية تخدم الدولة، لأنك من وجهة نظر المعارضة أنت في الجهة الأخرى. وقد رأينا في الجزائر أن أحزابا كثيرة وشخصيات كثيرة كانت في السلطة ثم صارت في المعارضة، كثير من رؤساء الحكومة السابقين صاروا بعد ذلك في المعارضة، كثير من الوزراء صاروا في المعارضة، ولكن فقدوا مصداقيتهم شعبيا. لأن ثقافة المعارضة عندنا ما تزال محكومة بآليات أن هذا كان في السلطة ينبغي أن يبقى في السلطة إلى أن يموت، وهذا في المعارضة يبقى في المعارضة إلى أن يموت. يعني الانتقال من السلطة إلى المعارضة عندنا في الجزائر ما يزال مجرم، ما يزال جريمة عند الرأي العام. كأنك أنت إذا عرفت أنك وزير، إذا خرجت إلى المعارضة يقول لك أنت كنت وزير، وواحد كان في المعارضة ودخل الحكومة يقول لك هذا كان في المعارضة. في اعتقادي المعارضة لذلك والسلطة. تخشى سيد سلطاني أن يقال أنك انتقلت إلى معارضة راديكالية، لأن من يستمع إلى مواقفك وتدخلاتك في الكثير من الأمور يرى بأنك توازن ما بين المعارضة والموالاة، أو يعني أنت من الحمائم في تيار المعارضة، لا تستعمل خطابا راديكاليا، هل بسبب انتمائك إلى هذه السلطة في وقت من الأوقات؟ لا، أنا عندي الراديكالية في مسائل واضحة، في الفساد، في الإرهاب، في خيانة الوطن، في تقسيم الوطن، في اتهام مؤسسات الدولة التي نتفق عليها جميعا، هذا ما فيش أسود وأبيض، هذا فيه واضح، قال هذا مرفوض. بينما في القضايا الاجتهادية التي تتحدث عن الاقتصاد وتتحدث عن رؤية الاقتصادية والرؤية السياسية والانتخابات والتحول الديمقراطي وغير ذلك، فيها مرونة، فيها مرونة. وأنا شخصيا جربتها حينما دخلت في الحكومة، وجدت أن كثير من الوزراء وأعضاء الحكومة لهم نفس التوجه الذي كنت أعتقد أنهم على نقيضه تماما، لكنهم لأنهم في مناصبهم يحتفظون بواجب التحفظ أو يلتزمون بواجب التحفظ، يقول لك راني في هذا الطرف، ولكن لو كنت خارج الحكومة كنت غير ذلك. لذلك نحن نلتمس الناس الأعذار فيما ليس أسود وأبيض، لكن كاين قضايا صارمة وحاسمة. في فترة الشيخ نحناح رحمه الله، عندما كنت تقدم على أنك أبرز الوجوه التي يمكن أن تخلف الشيخ على رأس الحركة، وكان هنالك تيار واسع يدعمك في هذا السياق، كنت تقدم على أساس أنك معارض راديكالي لموقف الشيخ ومشاركته آنذاك في السلطة واستمراره فيها من عدمه. يعني ما الذي اختلف بين تلك الفترة الذي اختلف أمران. الأمر الأول، عرفنا الرجال، كنا نحكم على أناس ما تحدثنا معهم، ما عرفنا وجهة نظرهم، كنا نحكم عليهم على أنهم في الطرف الآخر أعداء للإسلام، أعداء للثوابت، عملاء، ما تحدثنا معهم، ما عرفنا وجهة نظرهم، كنا نحكم عليهم على أنهم في الطرف الآخر أعداء للإسلام، أعداء للثوابت، عملاء لفرنسا من الطابور الخامس إلى غير ذلك. لكن لما جلسنا إليهم حصلت نوع من التصفية، وعرفنا أن فيهم أخيار، فيهم أفاضل، فيهم أناس مثلنا وأفضل منا، فتغير هذه المسألة. المسألة الثانية، الزمن نفسه تغير، المعطيات على الأرض تغيرت، بمعنى أن الزمن الذي كان فيه الناس يحاكمون بعضهم بعض على أساس إيديولوجي، قال هذا عنده لحية إذن منبوذ، هذا يصلي إذن مرفوض، هذا معرب إذن مبعد، أو بالمقابل هذا مفرص إذن منبوذ، هذا مش عارف إلى غير. هذا الاستقطاب الإيديولوجي اللي كان بين بداية خلينا نقول من الاستقلال إلى 89 90 إلى 91 حتى 92، بدأ الناس يتقاربون وتعرفوا في البلديات وتعرفوا في البرلمان وتعرفوا في المجلس الشعبي الولائي وتعرفوا في الحكومة، ذاب اللون الإيديولوجي مش تماما، لكن تماها بدأنا نعرف أن الحواجز الإيديولوجية التي كانت تفصلنا عن بعضنا البعض، بعضها مصطنع من الخارج وبعضها صناعة داخلية، باش يبقى هو مهيمن قال هذا مقصى لأنه يميني وهذا مقصى لأنه يساري، وهذا مش وطني، حتى قسموا الناس، قال هذا إسلامي وهذا وطني وهذا ديمقراطي، كأن الإسلامي مش ديمقراطي، وهذا تقسيم غير صحيح من وجهة نظرك. بمشاركتي في الحكومة، دعني نقول بمشاركتي في الحكومة، تأكدنا أن الديمقراطي إسلامي
ووطني والإسلامي ديمقراطي ووطني وهكذا، يعني فيه تماهي بين هذه الألوان الإيديولوجية. إذا أخذت المسألة الأولى عندما تقول عرفت رجالا غيروا نظرتي إلى السلطة، هل بين هؤلاء الجنرال توفيق محمد مدين مثلا؟ لا لا، لأنه هو الذي تماهى إلى ذهني، يعني عملت رابط ما بين هذا الكلام والجنرال توفيق، لأنك ذكرته في موقع آخر وقلت بأنه رجل يصلي ورفقته إلى البقاع المقدسة في 2011. لا، وشكك البعض في أنك تعطي أو تحاول أن تجتهد لإعطاء صورة مغايرة عن تلك التي منحها لنا الجنرال توفيق. لا، هذه شهادة متعلقة بجانبه الشخصي، وأنا ما خلطته كثيرا حتى يؤثر فيه ولا أثر فيه. أنا أتحدث عن أناس خلطتهم على مدى طويل، واحد زميلك في الحكومة اللي سمعك كل يوم أربعاء ست سويع وتتكلموا وتزور ويزورك في الوزارة نتاعه وتتبادلوا الرأي لمدة ست سنوات 10-14 عام، تعرفوا بتفاصيله. أنا أتكلم على أعضاء الحكومة، أعضاء الحكومة الذين بعض أعضاء الحكومة وبعض حكومة بالخادم التي لا لا لا، كلهم من 96 من 96 إلى 2011، كل هذا المسار عرفت رجال وافتخر بأني عرفتهم وغيروا نظرتي لكثير من القضايا اللي كنت نحكم عليها مسبقا أنها مش ولا بد. فلما عرفتهم عن قرب حبهم للجزائر وإخلاصهم للجزائر واستماتتهم في خدمة الوطن ودفاعهم عن الضعفاء والمساكين في إطار ما هو متاح لهم. هل بينهم بوتفليقة مثلا؟ يمكن أن يكون بينهم، نعم نعم، يمكن يمكن وليس قطعا. لا، ليس هو الوحيد، ليس هو الوحيد بينهم، يعني من بين هؤلاء. نعم، هذا الرجل سلال حالة خاصة. سلال، أنت تعترف في حوار سابق بأنه صديقك وتعرفه أكثر من نفسك. هذا صحيح. هذا صحيح. ليس هو يعني سلال في السلطة في الإدارة منذ سنوات طويلة، وأنت كنت في التيار الإسلامي معارضا شرسا في مرحلة معينة، وحتى الآن تقول بأنك تعارض في مسائل معينة تحتاج إلى معارضة شرسة. سلال صديقك، ألم يغير نظرتك إلى الحكومة؟ لا، سلال رجل طيب يحاول أن لا يصادمك، يعني إذا كان عندك قناعات يقول قناعاتك ما ناقشكش فيها. لما أنا ما خدمش معك كرئيس حكومة، ولكن خدم معك كوزير تبدلنا الوزارات، يعني زميل في الحكومة. فكان ما يصادمكش حتى في النقاشات تاعه بعد، لما يقدم مشروع في وزارته من مختلف الوزارات اللي رفعت عليه، سواء وزارة الشباب والرياضة، وزارة المياه، يعني إلى غير ذلك، كنت لما تهاجموا في مسألة معينة وتقولوا هذه ما تمشيش وهذه ما تصلحش، ما يرجعش لك بعنف، يقول لك معليش نسحبوها إذا كان ما كانش. يعني ما هوش رجل صدامي، ما هوش رجل يدافع عن آراءه بقوة وقال كما يقولوا الجزائري معزة ولو طارت. لين لين. هل هذه الصفة تؤهله لأن يكون رئيسا للجزائر؟ هذا يقوله الشعب الجزائري. الشعب الجزائري الذي يحكم على الأشخاص والبرامج والتوجهات في حينها. لأن اليوم تطرح مجموعة أسماء في مرحلة ما بعد بوتفليقة، سعيدان يقول الأفلا سيكون له مرشح في 2019، ويقول قطعا أويحيا لن يكون مرشحنا لأنه اسم أويحيا أيضا طرحته بعض الدوائر. سلال أيضا طرح في ضمن هذه الأسماء، أنت من تراه أقرب إلى المرادية؟ أنا أقول لك الذين يتكلمون عن ما بعد بوتفليقة يستبقون الزمن، لأن أمور كثيرة سوف تتغير بعده، سوف تتغير أمور كثيرة وقناعات كثيرة، وكثير مما يقال اليوم سوف لن يجد رواجا في السوق السياسية بعد فترته أو بعد عهدته. بالتالي الاستباق الأحداث الآن، قال هذا يكون وهذا ما يكونش، واحد يقول لك نحن راح يكون عنده مترشح، هذا عنده حق. كل حزب يطمح إلى أن يكون عنده مرشحه، لكن واحد يقول لك أنا ضد فلان وفلان مقصى ولن يكون، اعتقادي هذا الأمر من ناحية السياسية يحتاج إلى بعض المرونة، لأن الشعب في النهاية هو الذي سوف يخضر وسوف يزكي. إن كنت فهمت من كلامك أستاذ أبو جرة، أنت تريد أن تقول لنا لا تصدق كل ما يقال هذه الأيام عن مرحلة ما بعد بوتفليقة، حتى وإن نطق به أشخاص يظهرون للرأي العام أنهم مقربون من دوائر هذا القرار. الذي أؤمن به الذي أؤمن به أن السياسة تتماهى مع التحولات، مع البيئة التي تعيش فيها. البيئة التي نعيش فيها الآن هي بيئة صنعها رئيس الجمهورية، صنع رئيس الجمهورية عبر 4 عهدات، يعني 3 عهدات ونص. هل سترحل برحيله؟ لا، سوف تتغير بعض المعطيات، بعض المعطيات. أناس كثيرون الآن يقول لك ما دام هذا الرجل على رأس الدولة الجزائرية أنا لا أنافسه ولا أعلن ترشحه، ولا حتى بالنية، حتى النية انتهي من انوهاش، حتى في الحلم ما نحلمش
كاين اللي يقول هذا الكلام صح. يقول لك لكن بعد أن يؤول الأمر إلى من وراءه يقول لك يكون لكل حديث حديث. هذا ما تؤمن به. أقول لك ما أؤمن به أنا، ربما لم تختر بين هؤلاء الأسماء لأنك قد تعتقد بأن أبو جر السلطاني قد يكون منافسا على كرسي الرئاسة في 2019. ليس مستبعدا. يعني هذا ضمن مخططاتك؟ لا، أنا لم أخط لهذا المسألة. لما كنت في حركة مجتمع السلم رئيسا لها كنت أتصور بعض التصورات التي أؤكدها الآن أن الزمن يمحوها. الزمن عنده قوم، عنده ممحات قوية كثير، قد تكتب الكثير لكن يأتي الزمن فيشطبها. أو زي الموجة في الشط، الموجة في الشط تكتب، وش تكتب أنت على الرمل؟ تجي موجة تمحي كلش وتعاود تكتب من جديد. فالسياسة هي هذا، السياسة قد تكتب أحلام وردية على شواطئ الرمال لكن يأتي المد والجزر، في المد يمحوها وفي الجزر يذهب بها. طيب أنت في هذا لا أسميه مخططا ولكن تقول هذا الأمر غير المستبعد، على من تراهن؟ على الشعب أن يقف بجانبك أم تراهن على دوائر اعتدنا أنها هي من تصنع الرؤساء؟ لا، أراهن على الدستور، أراهن على الدستور الذي أولا يتيح لجيل ثاني أن يكون، وثانيا يعطي نظافة ونزاهة للانتخابات، وثالثا يطمئن الشعب الجزائري ويعطيه ضمانات أن الذي يصوت عليه سوف يكون. فلما يكون الدستور بهذه الرحابة، بهذه الوسع، بهذا الأفاق البعيدة بحجم الجزائر، عندئذ تكون طموحات مشروعة. ومش معناها كل من سوف يترشح للرئاسة الجمهورية سوف يكون، هذه مش بلديات. صح. عندنا 1540 بلدية، لما يترشحوا ناس كاين 1540 ينجحوا، لكن رئاسة كرسي واحد يأخذه شخص واحد. هل ذهب أولئك الذين كانوا يرفضون أن يكون هنالك رئيس ملتحي إسلامي للجزائر؟ الفكر ما زال قائم لكن الأشخاص ذهب أكثرهم. أكثرهم حكم عليه الزمن بالزوال للتقدم في السن أو لنهاية مهمة، فانت ميسيون، انتهت مهمته فانسحب أو سحب. لكن الفكر ما يزال موجود على أساس أنهم لم يجربوا بعد بديلا آخر، ما تزال نفس الخزانة القديمة تأخذ من كتبها القديمة، هذا مجلد وما انتهت مجلداته إلى اليوم. ما دام هذا الفكر مستمرا في دواليب النظام، ألا تخشى أبو جر السلطاني أن تكون محمد مرسي الجزائري؟ هذه السياسة، السياسة هكذا، السياسة ما فيهاش خشية، فيها حسابات وفيها هامش مناورة، وثم أنك تدفع ثمن اختياراتك لما تختار وتقدم نفسك على الصورة. لا تتصور دائما أنك سوف تحمل على بساط أحمر لتصل. في النهاية أنت تقدم خدمة ديمقراطية لوطنك، والخدمة الديمقراطية التي تقدمها لوطنك ليس بالضرورة أن تكون رئيسا، أن تواكب المسار الرئاسي. الشيخ نحناح رحمة الله عليه لما ترشح في 95 كانوا ناس قالوا يا شيخ أنت تظن بلي خلوك تفوت؟ قال أنا ما يهمنيش نفوت ولا ما نفوتش، يهمني أني نعطي المصداقية للي يفوت. شفت البعد النظر، اللي فوت يقولوا نفس الشيخ نحناح، كان منافسه واحد يسموه الشيخ نحناح بهذا الحجم. أما لما ما يكونش عنده منافس وكما تقول أنتم الصحفيين يترشحوا مع غير الأرانب، يقولك هذا الرئيس وكان ينافسه الأرانب، لكن لما يترشح معه أسد قال كان من بين الأرانب أسد، وهذا الأسد كاد أن ينجح ولكن تقدمه أسد آخر. السياسة حسابات، والواقع أن حساباتك أخطأت في 2012 عندما كنت تعتقد بأن التيار الإسلامي سيصل إلى السلطة، ولكثر الحسابات شيط له كما يقال في الأمثال الشعبية. ألا تخشى أن تخطئ مجددا في 2019؟ مش قرآن يخشى الإنسان أن يخطئ فيه، أنت تخشى أن تخطئ في الفتوى لأنها تترتب عنها تكاليف شرعية ويبقى لحساب يوم القيامة، تخشى أن تخطئ في تفسير القرآن، في تفسير الحديث، في حكم شرعي، لكن في السياسة وتخطئ. وبعد إذا أخطأت في الحسابات ماذا تخسر؟ سوف لن تخسر في النهاية إلا أنك تقدمت بتجربة سوف يأتي من بعدك يدرسها على أن تجربة فشلت ويفحص. طيب بالعودة إلى رسالة 19، هم بنوها على أساس لقاء دوموند دوديونس لرئيس الجمهورية. باعتبارك شخصية وطنية وزير دولة سابق، هل طلبت لقاء الرئيس بوتفليقة في الفترة الماضية؟ لا. لماذا لم تطلب؟ لأني لا أرى حاجة أن أقابله. بإمكاني توصيل الرسالة ليه عبر قنوات كثيرة، وتتأكد بأنها تصل هذه الرسالة؟ تصل. أنت متأكد بأن بوتفليقة هو الذي يحكم الجزائر الآن؟ تماما
الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، هو الذي بوتفليقه بزاف. دعني اقول لك كلمه او نحللك تحليل بسيط كثير من الناس يقفزوا عليه ويغلطوا فيه. خذ مثلا مدير مدرسه، ولا خذ رئيس بلديه، ولا خذ حتى رب اسره، هل يعلم كل شيء؟ هل الاب في الاسره على باله بكل شيء؟ على باله بالكوزينه واش فيها، وعلى باله زوجته واش تطبخ، وعلى باله اولاده راحوا للمدرسه في 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 السياره ولا في طياره؟ يعرف الكليات، رئيس البلديه يعرف الكليات. لما يجي واحد يقول لك هل رئيس الجمهوريه يعرف كل شيء، هذا داروا اله. الله عز وجل جل جلاله وحده اللي يعلم كل شيء الصغيره والكبيره. اما البشر يعرف الكليات. لما تقول لي باللي نحى فلان بحجم جنرال، تقول لي نحوا غيره، تقول كذا هبال. فلذلك القضايا الكبرى، القضايا الثقيله، القضايا ذات الاثار المتعديه يديرها السيد رئيس الجمهوريه. لكن لا اعتقد ان السيد رئيس الجمهوريه يعني راح يسال على مدرسه دشنوها ولا على امر معين، ممكن يعلم باراج سد دشنوه ولا سد انهار صح. يعرفها ولا بناءات انهارت ولا فيضانات. رب العائله قد لا يعرف بعض المسائل البسيطه في عائلته، ولكنه يعرف بان المسكن الذي يقطن فيه رفقه العائله سيباع او مهدد بالبيع. صحيح. والمجموعه التي تعترض هذه الايام تقول حق الشفعه وغيره، وايضا التفريط في بعض المؤسسات او اظهار مؤشرات على ان قاعده 49 51 مهدده وغيرها. يعني هذه مسائل اقتصاديه مهمه. من قالوا انهم يعرفون الرئيس بوتفليقه شخصيا وعقيدته الاقتصاديه والسياسيه قالوا من المستحيل ان يتبنى مثل هذه المواقف. اولا حق الشفعه مش دائما ايجابي. كاين ناس، كاين شركات ابتزتنا بحق الشفعة، كاين شركات وما نحبش راهم يعرفوها اللي يسمعوا فيها راهم يعرفوها، كاين شركات يعرفوا باللي الدولة تشري يقول لك خلي نعلو الثمن باش نخسروها، نبيعوها بثمن غالي وشرينا بالخسارة. مش دائما حق الشفعة. تعرف حق الشفعة واش معنى في الشريعة؟ حق الشفعة لما يحب جاري يبيع الدار نتاعه يشاورني، يا فلان راني رايح نبيع الدار تشريها أنت ولا كاش واحد من عمك يشريها باش يجاورك ولا ما يشريك؟ نقول له شحال؟ يقول لي مثلا ب 10 ملايين. إذا أنا مانيش قادر يبيع، أما هو لما يعرفني باللي راح نشريها يقول لي ب 100 مليون ويتسوى غير 10، يبتزني بحق الشفعة. ما لازمش نديروا حق الشفعة يعني شماعة نعلقوا عليها كل شيء، قادر تكون غلطة. حق الشفعة تحتفظ بها الدولة وتفاوض بها، لكن أحيانا تتنازل. قال ما دام قد وصلت إلى هذا السعر في سقف مرتفع ما نحتاجهاش. هذه مسألة أساسية. وأنا كنت اليوم فقط أطلع على قانون المالية نتاع 2016، لقيت فيها بعض الاشارات لهذا الموضوع، وسمعت السيد الوزير الاول لما زار الوليده اول امس يتكلم يقول هذا الكلام مش ما يعني مش على اطلاقه. هذا الكلام فيه نوع ان الدوله عندها حق الشفعه كي تحب هي، لكن اذا الدوله ما حبتش تشري هي خلي يشروها الناس. لذلك هذه المسائل احيانا لما تتحط تحت الميكرو تحت المجهر وتتكبر ملايين المرات تتخلع. لكن قال حق الشفعة بيد الدولة، لكن الدولة تتنازل. الأوليغارشيا التي تحكم البلد وغيرها. قال وروها لنا هذه. قال إذا كان عندك البديل قدمه. إذا عندك بديل جيب لنا للمستثمرين. هذا من المستثمرين كيف البلد؟ يعني هذا محل زي ما يقولوا الدرجة نتاعنا. هذا هو المستثمرين نتاعنا. هذا من رجال الأعمال نتاعنا. هذه هي الباترونة نتاعنا. إذا عندك باترونة أخرى ولا رجال أعمال جيبهم لنا خليك نسوا هذه الأوليغارشيا. ولكن ألا تخشى من أن البلد تتجه إلى حكم رجال الأعمال بعدما يبدو بأنها تخلصت من حكم العسكر أو بأنها قلمت أظافر المؤسسة العسكرية؟ شوف رجال الأعمال إذا ضبطناهم بالقانون ما نخافوش منهم. المشكلة ليست في رجال الأعمال، رجال الأعمال يقدموا خير للبلاد، لكن رجال الأعمال أضبطوا بالقانون ويكشفوا بالشفافية، حطوا تحت البروجيكتور خليه يتحرك تحت الأضواء الكاشفة، ما عنده وين يروح. أما البروجيكتور طافي والقانون ما كانش، هذه هي الكارثة. الكارثة أن الأضواء الكاشفة معدومة، يعني زي فريق او فريقان يلعبوا في استاد في الليل بصح الاضواء ما كانش، تسمع الاربيتر زفر وصامع الملك على الجدار يزفر ما تشوفش. اما لما كاين الاضواء الكاشفه وكل رجل عمل يتحرك تحتها لا خوف والقانون يحكمه. مثلا على المستوى الشخصي، هل تعرف علي حداد مثلا؟ هل يمكن ان ياخذ البلد الى تجارب تشبه التجربه المصريه عندما حكم رجال الاعمال البلد ودخلوا البرلمان وادوا الى هذه الى ثوره شعبيه؟ مستبعد هذا في الجزائر. الجزائر التوريث مستبعد واستيلاء رجال الأعمال الحكم مستبعد. من معرفة شخصية انطلاقا من معرفة والله نعرف معرفة بسيطة، تلاقيت معه ربما مرتين، لقاء عارض بسيط في بعض المناسبات. احترمه كإنسان قدر يقدم شيء للبلاد، ما نعرفش عليه حوايج سيئة، لكن مساره يبان باللي
إذا ما بقاش وحده في الميدان، إذا أوجدنا التنافس، التنافس يكشف السوء ويبين الفضل، لكن لم يكن وحده في الميدان. تحذر من الاحتكار يعني؟ الاحتكار أمر مرفوض في كل اقتصادات الدنيا. إذا واحد احتكر معناه ذلك أنه ذهب إلى السوء وذهب إلى 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 الابتزاز وذهب إلى مسك الدولة من عنقها. لكن لما تحط له مجموعة رجال أعمال، مجموعة أرباب أعمال بين قوسين حواليه وفي نفس القطاع، يعني ما يحتكرش كلش وما يحتكرش حاجة واحدة لوحده، فالمنافسة تفرز البديل الأفضل وتجيب الخير للبلاد وتطيح حتى السعر للناس في القدرة الشرائية. سألتك عن علي حداد، ربما لأنه يثير الكثير من علامات الاستفهام، مثله مثل شكيب خليل الذي الآن يعني يقال بأنه ذهب ضحية تقارير مغلوطة عن الديرس، هل تصدق هذا الكلام؟ أنا ربما نقول لك أنه المشكلة اللي بدأت مع شكيب خليل أنه اقترح لي يكون رئيس الحكومة، اقترح لي يكون وزير أول. من يوم أن اقترح لي يكون وزير أول اشتعلت النيران من حوله. يمكن، أنا لا أعلم الغيب، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كل الغيب حافظين، ممكن يكون عنده بعض الأشياء اللي عند كثير من الناس، لكن لما سمعت بعض الأطراف أن هذا السيد مرشح أن يكون وزيرا أول اشتعلت كل الأضواء الحمراء. من هذه الأطراف؟ حرب ممن؟ أنا ما أعرفهاش بالضبط، ولكن استغربت أن كثير من وسائل الإعلام، الصحافة وحتى بعض القنوات الخاصة اشتعلت أضواءها الحمراء فجأة وصار الرجل شيطان رجيم. بوتفليقة كان يريد وضعه رئيس حكومة. من ومن؟ شكون اللي يحط الوزير الأول؟ كان السيد رئيس الجمهورية قد نقول اتخذ قرار ولكن استشار فيه، قال بعد ذهاب السي أحمد ويحيى ربما هذا الذي يصح. والمخابرات رفضت ربما، ما أدري هل هي المخابرات أم جهات أخرى، لكن ما أدري شكون اللي كان حاكم الكونتور، لكن الأضواء الحمراء شفتها. نقول لك أضواء حمراء حقيقية ولا ارتفيسيال اصطناعية مانيش عارف، لكن اشتعلت أضواء حمراء فيما أمكن كثيرا. إذا ما تعرفش أنت اللي حاكم الكونتور، هل أعرفه أنا شيء؟ لأن الكونتور عادة يكون على الحيط، الكونتور مش لنا. طيب في دقيقتين الأسئلة السريعة، عندما قرأت محاكمة الخليفة وتفاصيلها دهشت أنك تشكر الخليفة، حتى الخليفة اندهش في واقع الأمر مثلما نقلت بعض الصحافة، وقلت بأنه رجل خدم الدولة وقدم أشياء إيجابية. يعني هل هذا هو أبو جرى السلطاني الذي رفع علينا يوما فساد قف يشكر الآن عبد المؤمن خليفة في المحاكمة؟ لا، هذه جزئية في الشهادة. الشهادة دامت تقريبا أعتقد ساعة ونصف تقريبا ولا أكثر شوية، جزئية في 30 ثانية، فقالوا هل تتصور أن الرجل هذا كذا سوء كله؟ قلت لهم لا، إذا شفنا بلي الرجل من ناحية النقل الجوي خدم البلاد، من ناحية النقل الجوي يقدر يدير شبكة نقل جوي على مستوى كل وطن، وضربت المثال بتبسة. قلت لهم أنا تبسة، وكنت لما نحب نزور العائلة كنت نفكر 20 مرة كيفاش نروح، قلت لهم دار طائرة يوميا يعني 6 أيام في الأسبوع، واحدة للإير الجيري مخدم البلاد، خدم 6000 واحد على الأقل ممن كانوا يشتغلوا، وكان حوالي 60,000، لكن 6000 كانوا. هل يشفع له هذا؟ لا، ما يشفعش، لا يشفع، لكن خذها في سياقها. مش هذه الشهادة لا تعفيه مما كان قد تورط، مين كان قد تورط؟ ما قلته عن عبد المجيد سيد السعيد وأنت وزير العمل في تلك المرحلة، حتى أنهم أخطأوا في المحاكمة في تحديد الفترة التي كنت فيها وزيرا، زادوا لك سنة، هل هذا وتر العلاقة بينك وبين سيد السعيد؟ أبدا، سيد السعيد بالعكس من أعز أصدقائي، وربما من القلائل اللي يبعث لي SMS في كل مناسبة. وأنت ورطته في المحكمة؟ مش تورط، تلك شهادة خففت عنه، لأنه هو ما هوش هو اللي زور الورقة، زورت له أو زورت عليه، هم مدوها له وقالوا كان ورقة موجودة جابها للمحكمة. لكن لما تبين أن الورقة كانت قد وقعت بعد التاريخ، سيدي سعيد رجل أولا صديق ورجل مناظر نقابي كبير، وبعد ذلك تسلمنا وقال لي أنت صديقي كالكمسك اليوم، وهذه شهادة لازم تقال. ما الذي يختلف عندك، كتمان الشهادة وتقديمها من واجب ديني أو واجب التحفظ باعتبارك كنت وزيرا سابقا؟ لا واجب ديني ولا واجب التحفظ، إذا دعيت أشهد، إذا لم أدعى ما قدم شهادة مجانية هكذا. أنا قلت لهم كان بوسعك ألا تذهب في الخليفة، جميع الوزراء لم يذهبوا. لا، في ذلك الوقت كانوا بعض الناس قالوا ما تمشيش، بعض الناس قال لك ما تمشيش هذه كذا وكذا، فقلت لهم ما دام قد دعيت يصبح الواجب الأخلاقي أن أدلي بشهادتي، لو ما جتنيش دعوة
ما نمشيش ما نمشيش. قال يا جماعه عندي شهاده جي ادلي بها اليكم. هما يعرفوا شكون اللي يشاهدوا، لكن لما جت الدعوه وحملت الى البيت وقالوا يجيو المعلومه نجي، وذهبت في الوقت وادليت بشهادتي. نصحت الجنرال توفيق بان يكتب مذكرته، هل تعتقد بانه سيفعل؟ امل ان يفعل ذلك، لانه ما زلنا لحد الان نعاني من 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 تاريخ ثورتنا لحد الان. بعد 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 كل هذه السنوات الطويله نحتفل بالذكرى 61 للثوره، وما زلنا ما كتبناش تاريخ الثوره، فنخاف يروحوا كل الذين صنعوا الثوره وتاريخنا ما تكتبش. ايضا تاريخ الاستقلال وتاريخ المخابرات وتاريخ الامن في بلادنا وتاريخ الازمات الاقتصاديه، ومن كان على حق من كان على باطل، شكون اللي تجاوز الخطوط الحمراء، شكون اللي كان عنده شفاعه في كل شيء، هذه يعرفها او يعرف جزء كبير من هذا الرجل. فخساره انه يفضي الى ربي عز وجل. مذكره ابو جرى السلطاني، انا ما عنديش مذكره كبيره زي هو. انا حتى لو كتب مذكراتي ما راح تصدم كثير من الناس، راح يبان فيها بعض النقاط ربما اللي ما يعرفوهاش الناس ولكنها قليله. لكن كله تاريخه مش نعرف شكون اللي راح يحكم الكونتر، هذا هو يعرفه، ربما هو يعرف. هو يعرف. انا نشوف المصابيح واستطيع ان احدد الوانها ونعرف بعض اللي فيزيبل كي صوتي، لكن الكونتر موش عندي. شكرا لك الشيخ ابو جرى السلطاني وزير الدوله السابق ورئيس حركه مجتمع السن سابقا، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. جزاك الله خير. مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم.